النادي العربي من انجازه. من البطولة. النادي العربي للحين سجله باتحاد كره اليد كاقوى سجل يعني واعلى نتائج والعام تحصيل البطولات يعني. والعام كاس تفوق اعتقد النادي العربي. لا ما اخذ لا ما اخذ كاس تفوق بس انه في كاس كره اليد. غياب كره اليد صراحه انا احمل مسؤوليه كبيره يعني على ما بقول على الادارات السابقه على الجيل اللي كان قبل، كان في جيل قوي من سنه قبل 92 لاعبين مميزين جيل قوي منهم كابتن الكبير رائد الزعابي على طار الزعابي شنو اضاف لكم الزعابي الان؟ رائد الزعابي هو كان مدير الكره طبعا صحيح؟ اي نعم كان الفتره الانتقاليه للفريق نعم اي نعم كان مدير اللعبه ورائد زعابي خل من الناحيه الاداريه انه كان مدير لعبه ولا شيء. رائد زعابي يعتبر الاب الروحي للفريق. جميل. يعني رجل بمعنى الكلمه رجل يعني انه تحترمه لشخصه وتحترمه لتاريخه قبل جميل. انك يعني تحترمه انك كمديرك يعني. نعم. الريال فاهم في لعبته، عارف ينقي منه، عارف شلون يتعامل مع الفريق. وليش ما استمر حسن؟ يعني كل هالانت استمر لظروف عاد يعني في ظروف اتوقع يمكن كان عنده مشاكل اي الصراعات الموجوده في الصراعات الانتخابيه الموجوده لا مو انتخابيه وكل شيء في صراعات ما يمشي الحين احنا مو على طرف ضد طرف يعني نادي العربي مثل ما قال الحين نادينا احنا نتكلم على كلامه هم جزء من الرياضه وصاير بزود بعد عن باقي الانديه صراعات اللي موجوده زين الصراع ما له دعوه توصلون ثلاث مرات نهائي دوري وتخسرون تقول الصراع دور اللاعبين الحين خلاص لا لا ايش ما اقول دور اللاعبين انت فريق خلك من الكلام ان الفريق ما كان في فريق في الاساس يعني بالفتره هذه من 92 لموسمنا هذا كان يعني ابرز اللاعبين يمكن لاعب ولا لاعبين بالفتره هذه كلها اخر سنتين ثلاث ادخلوا لاعبين علينا لاعبين صغار لاعبين ناشئين كانوا بخطه كان في خطه هاللاعبين هذول يوم كانوا اعمارهم خلينا نقول 16 سنه 14 سنه ازيد على الكلام الكابتن رائد زعابي وهو الخطه اللي كان حاطها هذه على هالفريق هذا كان ان هدفه ان هالفريق هذا يدعم في الفريق الاول سبحان الله لظروف ما كمل كابتن رائد زعابي الفريق هذا كمل باقي له سنتين ويدخل الفريق الاول الفريق هذا دخل الفريق الاول نفس الخطه اللي كان حاطها مستعد فيها طلعت نتائجها بعد ما رضي الفريق هذا هو اللي حقق الكاس هو اللي حقق الفوز آخر ويعني على كلام الشباب مو بس بالرياضة كل شيء لما تحط له خطة وتمشي عليها والآخر تحصل نتيجة فعلا هذا فريق خططوا له حصلوا نتيجة بالآخر حصلنا على الكاس مو ما يا من فراغ يا من استعداد من قبل يعني وجهزوا الفريق خش تجهيز يعني إيه بس أنتوا خسرت الدوري شفتوا المدرب الشاذلي بعدين المدرب الوطني المدرب الوطني يعني قادر انه يصنع انجاز في كره اليد اذا اللاعبين يساعدونه 100% قادر ومو قصورا في مدرب وطني احنا عندنا كفاءات وطنيه وايده يعني مو شرط انه يجيك مدرب اجنبي ولا مدرب من برا انه معناته انه فاهم بالعكس يعني في سنه من السنوات يابا مدرب عندنا في النادي العربي المدرب هذا انا لاعب ثلاثه كاس عالم مو هو معنى انه مدرب اوروبي ولا لاعب حتى يمكن هو بطولتين دوري عنده لاعب بس في 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 بلدته يعني فما بالك انا لاعب ثلاث بطولات كاس عالم خبرتي اكثر من خبره مدرب هذا هني دور مجلس الاداره انا ودي اسال مهدي عن نادي القادسيه اول شيء ودي اقول حق علي تلفونه اصفر شلون تخلونه عقوب اخصم من الاربع ما يصير العربي ما يصير اي ما يصير خلنا نكسر الحين لا احنا ان شاء الله الموسم هذا بلشين اعداد قوي ان شاء الله الموسم اللي فات في الدوري الفريق كان في وايد مشاكل لاعبين وايد ما كانوا يلعبون بالكاس مسك كابتن غانم الخالدي اداره الفريق مدير فني للفريق وما شاء الله عدلوا فريق يعني قلبوه 180 درجه كل استغرب من مستوى القادسيه بالكاس طلعنا من العربي سيمي فاينل بالاضافي طلعنا منهم وان شاء الله الموسم هذا نبلش اعداد قوي ان شاء الله الاسبوع هذا عندنا سفره القاهره
اعداد للموسم الجاي. طبعا هو كابتن غانم خالدي مدرب وطني، هو مدير الفني للفريق، ومساعدينا حازم كابتن حازم عواض ووليد الياقوت. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، يعني نحقق نتيجه زينه الموسم هذا. انا ودي اسال فيصل سالفه الفندق في الدوحه. هذا عقب عمليتي انا سويت عمليه في سباير بقطر، فعقب العمليه بيومين كنت ساكن فندق تبع اللجنه الاولمبيه القطريه، فالشقه هذه شقه فندقيه طبعا كانت بالدور يمكن 13 او 14 توني مخلص عمليتي، فكانوا جاي من اخوي عبد الله الحداد كانوا جاي، فقال لي انا بروح الجمعيه اذا بغيت شيء ولا شيء هذا. قلت له لا سلامتك روح بس لا تاخر علي، انا طالع من عكازات وكذي وهذا توني مخلص عملي. فقاعد الحين بشقه بروح شوي ولا اسمع صفاره انذار وانا بدور 13. قلت يمكن تمويه واحد قاعد يدخن شيء خرابيط. قلت يلا هدت يا اخي دقيقتين هذا وسكتت. قلت زين الحمد لله واقعد وتصفر مره ثانيه. الحين المشكلة حتى لو بطلع برا لازم بعكازات أرض. مرة الثانية الثالثة قلت خلاص ما في مجال، واطلع صوب السلم ولا الساكنين اللي ساكنين بالفندق كلهم قاعد يركضون تحت ركض. كلهم ركض ركض، والاسانسير الحين طبعا في الامور هذا صار حريجة او شيء خلاص يتعطل. قلت الحين ايش بسوي؟ من حلاوة الروح قمت اطمر يمكن ثلاث درجات بالعكازات، والله اطمر شي اطامر وشون كنت مسوي عملية برجل اليمين، فاطمر بسرعة بسرعة بسرعة. وصلت لي يمكن دور 12 ثلاث ادوار نزلت، يعني كنت اطمر ثلاث اربع شي بس بلحق. فاشتغل الاسانسير وضع طبيعي وهذا، ففي اجنبي شي كان ساكن فيسالني، يعني انا الحين افكر شلون انحاشه ويسالني يقول لي ودك يعني تركب ويانا الاسانسير؟ تنطرني لا اسوقك بالعكازه بس انطر انا مولي رايح فيها وهذا والله ميت. فنزلنا تحت لابس وزار وعلاق وحافي، والله نازل برسبت العالم كله قاعد طالع الوضع شو هذا شو منزله كذي. على دخلت عبد الله قال لي انت ايش فيك؟ قلت انا ايش فيني؟ انت اللي وين رحت؟ خليتني ورحت قول لي. ايه متوهق طلع شنو؟ واحد قاعد يشوي بشقتها مسوي والله مسوي المشكله هذه وانا معاناه. ايه قاعد يشوي يسخن والدخان وقاطيني بال 13. لا حول ولا قوه. زين ودي اسال الدكتور ايضا، يعني دكتور قبل لا تسال الدكتور سلم كم حصلوا عيديه ذي؟ ما عيديات عيديات شلون هو ياخذ؟ حسن كم حصل عيديه؟ حسن ياخذ ولا تاخذ؟ كلهم دفعوا قاموا يوزعون كبروا الحين قاموا يوزع. اي عدل كم دفعت العيد هذا؟ والله عدوا خربطوا بعد ما شاء الله اول امس جايين يعني احفاد اثنين ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ثابت وفارس الله يبارك فيهم ان شاء الله ونعزهم ان شاء الله. اي والله كريم عاد ابو علي كريم كله شيء اول ما طلعوا بعد وهقونا يوم العيد ما شاء الله اول يوم العيد انا ما كنا حاسبين حسابهم بس بعد اول عيد لازم زياده تعطي لابد اول يوم العيد لا اول عيد عليهم وهم يدهد ما شاء الله يستاهلون يستاهلون. فنسال دكتورنا يعني بالنسبه لخطه التنميه والبيئه، أنا سمعت أن خطة التنمية لابد إذا بيسوون شيء لازم يلجؤون إلى البيئة وإلى المفكرين والدكاترة اللي مختصين في البيئة. عرض عليكم شيء حتى الآن ولا؟ لا للأسف ما في أي شيء إلى الآن. أنا أعتقد أنه بس يعني بشوية أروح إلى بعض الكلام اللي دار أنه في هناك تفاؤل يعني على مستوى الرياضي وعلى مستوى الأمور الثانية. أنا ما أعتقد أنه أنا كشخص متابع للوضع ما أعتقد أنه في هناك صراحة تفاؤل. أنا أعتقد أنه إذا ما احنا مثل ما قلت مساعدة احنا ما نقيم ذاتنا والحكومة ما تقيم أدائها والمجلس أيضا ما يقيم أدائه والمجتمع الكويتي يوقف شوية ويطالع هو وين قاعد يمشي، أعتقد أن احنا راح ندخل فيه يعني متاهة وايد كبيرة بالكويت، وفي ظل هذه الظروف السياسية المحيطة فينا أعتقد هي ظروف جدا صعبة. أعتقد أن احنا بحاجة إلى مراجعة عشان احنا نتفائل. نعم. أساس أن أنا أتفائل لازم يكون في هناك عندي أنا مقدمات، يعني ما نبي احنا نكون نقول أن عندنا أوكي خطة، عندنا احنا سياسه راح نمشي عليها، عندنا استراتيجيه راح نحطها، هي المتابعه مالتها وطريقه تنفيذها، هل هي راح تنفذ بطريقه صحيحه ولا لا؟ هل هي راح يكون فيه ناس قادرين على تنفيذها ولا لا؟ مثل ما قلنا اذا انت ما تحط الشخص المناسب في المكان المناسب ما في اي مشكله راح ممكن انها تنحل. صحيح. وهذه عندنا مشكلتنا في الكويت، انه على الحكومه ان تراجع ادائها فيما يتعلق في الناس اللي تحطهم في المسؤوليه.
من مستوى من مدير الى مستوى وزير. هذول الناس انا مثل ما تفضلوا وقلنا بالبدايه ما مفروض يكون على حساب المحاصصه السياسيه. اذا كان في هناك محاصصه وصارت واقع عليه في المجتمع الكويتي ما في مشكله يا اخي، خلنا نجيب الناس اللي هم زينين من هذه المحاصصه. اذا كان علي انا مطلوب ومقصود بالحكومه ان اجيب ناس انا من القبائل، خلنا نجيب احسن ناس من القبائل. اذا انا من التجار، خلنا نجيب احسن ناس من التجار. اذا من التيارات الدينيه، خلنا نجيب اي احسن ناس من التيارات الدينيه اللي عندهم قدره وتنفيذ على الخطط مثل هذه. شلون انا بنفذ خطه وانا اصلا مو مستعد لها؟ صح. ولا عندي قدرات؟ هي القدرات مو بس ماليه، يمكن يكون عندك فلوس بس تخسر هالفلوس لان ما عندك تخطيط سليم. صحيح. يجب يكون في عندك شيئين وايد مهمين، يكون عندك الـ 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 القدره الماليه والقدره البشريه مع بعض. في ناس يفكرون ويخططون بطريقه صحيحه. نعم. وفي قدره ماليه عشان تنفذ هذا الشيء. جميل. اذا ما اجتمعوا هذول الشيئين ما اعتقد ان احنا بالحقيقه ان راح نمشي بالطريقه الصحيحه. اذا تشوف الجرايد اليوم في هناك استعداد لاستجوابات بعدين ما بدينا. صحيح. الحكومه متشدده على بعض المواضيع تجاه المجلس، شلون راح تنحل هالمشاكل؟ راح يعني تتوقع ان ندخل في ازمه ثانيه؟ أنا أزمة اعتقد ايقاف عجله التنميه مره اخرى. انا اعتقد انه شوف الفلوس اللي مطروحه حق يعني المبالغ المرصوده يعني قاعد يقولون 37 مليار تقريبا. نعم. هذا المبلغ يسيل للعاب مو بس اللي بالكويت، اللي برا الكويت حتى بالخارج. صح ولا لا؟ نعم. بالتالي هذه راح يكون في هناك فرصه كبيره حق الفاسدين والمفسدين انه يكون لهم يبون حصص من هذه المبالغ الكبيره. نعم. عشان كذي الجهات الحكوميه عليها مسؤوليه ان يكون في هناك مراقبه جدا كبيره على كيفية هالفلوس راح تنصرف ومن حقه راح تنصرف. نعم. وقيمة المشاريع اللي راح تنصرف عليها، انت ما تبي مشروع قيمته مليون تحطه ب 100 مليون. صحيح. ولا ما تبي مشروع قيمته 50 مليون اللي ياخذون عليه يعني خلينا نقول كوميشن. نعم. يكون بالملايين. لازم يكون في هناك صراحة مراقبة من الجانب الحكومة والمجلس على كيفية تنفيذ هذه الخطة. بلاها اعتقد راح احنا ندخل في متاهات مالها اول ولا اخر. جميل. عندك تعليق استاذ ضيف الله على التنمية؟ اي وعلى كلام الدكتور. والله التنمية فعلا تبي الان كمجلس المفروض طبعا طلعت هي مشت قطار التنمية، خلينا نفترض بدا. نعم. ان شاء الله. لكن ايضا لابد من المراقبة ومتابعة في بعض الامور، يعني مساره قد يكون ينحرف القطار عن مساره. نعم. يمكن ويتجه لمصالح مثل ما قال الدكتور علي شخصية. لمصالح شخصية. وطبعا هذا المفروض الان دور مجلس الامه هو الرقابه، هذا دور مجلس الامه والرقابه والتشريع. من ناحيه ان المجلس وقع بشكل سريع جدا، احنا ملاحظاتنا على خطه التنميه انه كان يفترض انه ما تمشي بهالسرعه، كان يفترض انها تدرس جيد من كل النواحي. وطبعا حصل اللي حصل وصار في اخطاء كثيره داخل خطه التنميه، لكن احنا نقول معالجتها مو اني انا اوقف الخطه. خطة الآن مصلحة الكويت مثل ما سأل أخوي ناصر قبل شوي قضية مشاكلنا في الصحة وفي التعليم. نعم. وأشياء كثيرة. صحيح. في الصحة يمكن أنا كمل قلت لنا في مستشفيات الآن راح تنشأ. في التعليم أنا حسب ما سمعت من بعض المسؤولين بوزارة التربية أن لغوا فكرة أن الصيانة الجذرية كانت مكلفة أول، يمكن الصيانة تكون أكبر من قضية الهدم والإنشاء. صحيح. الان توجهوا من خلال خطه التنميه قال لا اهدم، مو بس كذي يعني التعليم اهدم. بالذات مو بس مدارس جديده غير القديمه. ادري بس انا اقول لك المنشات بالتربيه مو مهمه كثر ما مهم مخرجات التعليم. مخرجات هذا موضوع ثاني بس احنا نتكلم الان في قضيه خطه ايه؟ التنميه الان في اللي هي الانشائيه. الان في توجه الدوله قاعد يعني شيء زين ان انت قاعد تنشئ مدارس مستشفيات. اي صح. امور كثيره تخص المواطنين اللي صار لنا 30 سنه، يمكن حتى الطرق اتكلم عنها الطرق من سنه 80 ما. نعم. عندنا لا جسور ولا طرق سريعه ولا شيء. البنيه التحتيه من 81 واقف بالضبط صار. نعم. 30 سنه واقف متوقفه عجله تنميه باشياء كثيره. نعم. الان بدا القطار بس ايضا مطلوب مثل ما قال اخوي الدكتور علي الان من خلال مجلس الامه يكون واعين، يكون ناس يهمهم ان انا الان دوري الرقابه. صحيح. التشريع جانب، انسى خلينا ننسى موضوع الصراعات اللي بين الاعضاء تدني الخطاب بينهم، خلينا نركز على 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 الان اتابع مسار الخطه. الان مسار الخطه يعني قد يكون الكوميشن من خلال ان انت تجيب شركات اجنبيه وموجوده شركات كويتيه. حسب ما سمعت الحين في على المؤسسه العامه للرعايه السكنيه توجه طبعا من خلال وزير التنميه الشيخ احمد الفهد ان الان على الشركات الكويتيه فقط ويستبعد الجوينت فينشر. هذا شيء طيب
لكن نبي كل الوزارات مو بس في وزارة معينة. نعم. لأن طب